اسمه الاستاذ ابو المحسن، ايش تقيم؟ هو على كلام المخرج جميل، ابداع، وعلى فكره يمكن يحيى حظي بكاميرتين بينما يوسف ورطوه ثلاث، فربما لو كانت ثنتين كان يوسف ايضا اكثر ارتكازا وكذا، فنرفع اللوم كله عن يوسف. ويحيى في ملاحظه بس بسيطه ولا ما شاء الله تبارك الله ابداع، الله يكرم. قبل في البروفات كنت تستعجل في الالتفاته، صحيح بطأتها، ولكن ما زالت يعني سريعه شوي، انا تمنيت انها اقل، لانه المخرج اللي بيسوي معك كذا بيكرهك في يعني حلقتين كذا ثلاث خلاص، اذا اللي فالالتفاته ابغاها بس تكون ايش اكثر هدوءا حتى المخرج يعني ياخذ فرصته في التنقل بين الكاميرات. فبيض الله وجهك، ابداع وتميز يحيى مع حبيبنا يحيى، الله يكرمك. الله الله يعطيك العافيه يحيى، كنت من فريق قمه وقبلك ما شاء الله يوسف، فانتم ما شاء الله حبيبي قمتان راسيتان، ولا لا يا ابو عبد الرحمن ثقيلتان، هما اثنان. بعد طبعا ما فقدت حبيبنا خالد البشري، نوجه له تحيه ونقول له الله يوفقك.